ضيفجة وجامعة النسخة الرابعة من مهرجان ديسير مع إيديال. خلال فقرة مطبخ إيديال بتذكري ديسيرات لذات سعد حبابك باستعمال ليموس لغلاس شانتيي مايفين والفلون ديال إيديال، وشاركي معنا الوصفة اللي حضرتي عبر الواتساب على الرقم 0702024040 باش تفوزي بمجموعة منتوجات إيديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع في نهاية كل شهر. أكيد مرحبا بالتواصل ديال كل المستمعين ومستمعات، وأكيد مرحبا باش أنكم تشاركوا معنا في المسابقة ديال نايك في أنكم تبعتونا الوصفة الديسير ديالكم اللي اختاريتوا أنكم تحضروا بالمنتوجات ديال إيديال، بالإضافة أنكم تبعتونا الصورة ديال الوصفة مع المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالها، يعني النكهة أو المنتوج عموما، بالإضافة الاسم ديالكم بالكامل. الله يعطيكم الخير ومدينة منين نتوما. حاجة فقط، الناس اللي كيجيبوا باش كياخذوا الهدايا ديالهم ولا هذا، رجاء كاين بزاف الناس بحال مثلا تتكون يعني المكالمة ديالها من مدينة ياك، ولكن غتسافر لمدينة أخرى وبالتالي لاكارت ديالها على مدينة أخرى، فبالتالي عافاكم عطوني الاسم ديالكم والمدينة منين نتوما اللي في لاكارت ناسيونال ديالكم، أو لو وضحوها من ديبار، يعني أنني أنا راه مثلا يلا سكنت في هذه المدينة أو لهذا، باش ملي كنحطوا الأسماء مع المدينة ديالكم على لا فيديو اللي كينزل لكم على الصفحة الرسمية، هو علاش كنعتمدوا، هو علاش كنركزوا باش هكذا تاخذوا الكادوات ديالكم دائما. ومرحبا بكل السيدات والسادة اللي كيجيو. شكرا لكم. إذا نمشيو لمدينة مراكش. سكينة، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لالا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كي دايره انت؟ الله يحفظك. الله يحفظك سكينه. سكينه عافاك عطينا شنو المنتوج اللي استعملتي والوصفه ديالك. المهم عندي هنايا جوج د شهيوات، فينا هي اللي بغيتي؟ انا بانت لي غير وحده. بانت لي اخر حاجه اللي بحال الفلون ياك. ديك اللي كاينه في مول، وكاينه وحده دي. وكاينه وحده في ليفيرين ياك. فوالا، ولكن هذيك ما كاتيليشارجاش لانك كتمسحيهم. أنا ممكن تشغل وقتها على حسب الكونيكسيون. واخا يلا اللي بغيتي، ماشي مشكل عندي. المهم انا بجوج درتي فيهم المنتوجات. هي طبقه منتوجات إيديال اللي بغيتي. اللي بغيتي صافي واخا. عندي هنايا مايك. عرفتي سبحان الله المستمعين والمستمعات اللي كيشاركوا معنا اصواتهم سبحان الله كتشابه. صوتك بحال اللي داز عندي، ما عقلتش شبه ليا ما شاء الله. دونك مرحبا. الطبقه الاولى فيها سيترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال نشا إيديال، وسكر على حسب الذوق، وفلون واحد فلون يعني كراميل. كنديرهم على عافيه مهيله حتى كتطلع فيهم الغليه، وكنخويهم في المول. عندي هنا مول كبير. كناخذ البسكويت كنديرو على الطبقه الاولى. ايه تفضل. ومن بعد كناخذ واحد الكاسرون كندير فيها كاس ديال الماء، معلقه كبيره ديال القهوه السريعه الذوبان، وفلون صغير حتى كطلع فيه الغليه، وكنخوي على الطبقه ديال البسكويت. واخا. وكندخلهم الثلاجه حتى كيبردوا، كنقدمهم بالصحه والراحه. صراحه عاد بانت لي ديال ليفيرين حتى هي زوينه. صافي بيتي لي فيغين عطيها لك حتى هي زوينه صراحه، باش نزل الصوره ديالها صراحه. عندي هنايا التحليه ديال لي فيغين. الطبقه الاولى فيها سيترو ديال الحليب، واحد فلون كراميل، ومعلقه كبيره ديال النشا. نعم. كنديرهم على عافيه مهيله حتى كيعقدوا ليا، وكنخويهم في الكويسات. اييه. الطبقه الثانيه فيها اللوز مقطع والزبيب والقرقاع وحبيبه ديال الشوكولات. واخا. الطبقه الثالثه فيها كاس، كناخذ كاس ديال الحليب كيكون بارد مع الباكيه ديال شانتي كنديرهم في الفريغو يعني حتى كيبردوا ليا، كنطربهم وكندير ديك الزواقه من الفوق، وكنزينهم هنا بالبنان وبحبيبات ديال الشوكولات من الفوق، وبالصحه والراحه، وبصوص كراميل من الفوق عاوتاني على حسب ديك كريمه شانتي. تبارك الله عليك صراحه، وصفاتك بزوجهم زوينين ما شاء الله عليك. سكينه مدينه مراكش، وشكر موصول علاش انك من الناس كتبتي سميتك وكنيتك وكتبتي المدينه والوصفه مع المنتوجات وبنتي، وخديتي صوره اللي هي زوينه، واكيد حطيتي حتى الاسم ديالك مع الوصفه انها ديالتك. دونك تبارك الله عليك سكينه، كتربحي معنا مجموعه من المنتوجات. بالعكس مرحبا يعني. الله يكبر بك. كتربحي معنا مجموعه من المنتوجات من إيديال، بالاضافه ان الرقم ديالك بحال كل المشاركات والمشاركين اللي ربحوا معنا ديجا واللي مشاركين معنا حتى هما كيكون في القرعه الكبرى ان شاء الله، اللي غنشوفوا شكون اللي غيربح معنا مجمد الرقم واتساب ماشي المكالمات. دونك باش ما نضيعوش الوقت اكثر وما نضيعوش الوقت ديالكم، واكيد مرحبا باش انكم تواصلوا معنا تعطيونا الشيوات ديالكم وتشاركوا معنا في مهرجان ديسير في نسخته الرابعه. كتبعثوا لنا دائما الشيوات ديالكم وصفات ديالكم الديسير ديالكم، وبطبيعه الحال ما تنساوش المنتوج اللي استعملتي في القلب ديالو، الاسم ديالكم بالكامل ومدينه منين نتوما رجاء، وكتبعثوا لي هذا الشيء كامل على الرقم الواتساب
0700-02-40-40 وحد موفق إن شاء الله للجميع. مع فقرة مطبخ إيديال بتاكري ديسيرات لدات سعد حبابك باستعمال ليموس ليغلاس شونتيي مايفين والفلون ديال إيديال، وشاركي في النسخة الرابعة من مهرجان ديسير مع إيديال باش تفوزي بمجموعة منتوجات إيديال كل يوم وبمجمد من النوع الرفيع نهاية كل شهر.